الهيدر سمين هيدر ارتفاع ولا هجوم، انما رايحه على طول هناك تسحق من بلتاجي. بلتاجي يعطي الهديه، بلتاجي يعطي الهديه، هدف في البدايه بيسجله على طول محمد عبد المنعم. هدف بيسجل محمد عبد المنعم الهدف، بنقول الهدف جاي بعد 3 دقائق. محمد عبد المنعم قلب الدفاع دايما بيطلع يلعب بالراس، دخل مع الكوره ويسجل اول الاهداف. والركله الحره فخري 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 علي، الكره من رجلك يا فخري الى المرمى جول، خدعت الكل عدك وفاتك. ومحمد فخري يسجل هدف لاطمئنان لفريق النادي الاهلي في الدقيقه كام؟ في اخر دقيقه 41 من الشوط الثاني. يتقدم فريق النادي الاهلي على فريق المقصه بهدفين للاجل. انما الكرات الثابته دايما بنقول عليها مش في كل الدوريات، الكرات الثابته لازم تتعمل في السابق. لعبت في اتجاه الملكي، عدى عدى، يلعب عرضيه وادي الهدف الاول للنادي الاهلي. يا ولد يا ولد، علي عمرو قطع وسرق على القائم الاول، واتلعبت جميله من الملكي جوه الجون، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق الولد علي عمرو. علي عمرو بالقميص رقم 10 يضع الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقه رقم 10 من احداث شوط اللقاء الاول. محمد عبد الحميد باسيوني باسيوني وركله الجزاء، جول 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 جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي عن طريق محمد عبد الحميد باسيوني. ثبته ثبته ووقفه، ولا راح يمين ولا راح شمال، وحطها له على يمينه، حارس المرمى وقف مكانه، لا راح يمين ولا راح شمال. ميسي لسه في الملعب، لم ميسي لكن معاه حشيش، لعبت سريعه مواردي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول مواردي، توظف في 3 اماكن، عدت، استلم 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 استلم، حط يا راجل، جول 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 جول. الحالي يلعب مره ثانيه باسيو، علي عمرو قطع، علي عمرو عدى مر فات، يا ولد حط يا راجل بقى، حط يا راجل بقى، جول 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 جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق اللاعب علي عمرو. 3-2 لصالح النادي الاهلي، هدف ثالث